منورنا النهارده ووعدتنا يعني فقره غنائيه رائعه واحنا منتظرين، بس عايزه اعرف عنك اكتر يا مصطفى. مسهل، انا مصطفى حسين. انا في الاساس يعني بدات غنى كده، كان حظي كويس ان انا بدات مع مايسترو جمال سلامه طبعا في الاوركسترا، كنت سوليست كمان يعني بدات كبير شويه. اظن مش سهل انك تبقى سوليست في الاوركسترا. هو توفيق ابدا، ربنا، توفيق ربنا. انا كنت داخل في مسابقه كده مع دكتور عادل مصطفى، ده اول من يعني بدات معاه او علمني او يعني تبناني فنيا شويه، اتعلمت على ايده كتير جدا. فدخلنا مسابقه تبع اصول الثقافه، يعني كانت حاجه عدايه شويه، بس كان حاضر في ضمن لجنه التحكيم مايسترو جمال سلامه او موسيقار جمال سلامه سوري، وكان الموسيقار حلمي بكر رحمه الله عليه، وكان استاذ جيهان مرسي. فكانت لجنة تحكيم تقيلة شوية، فالحمد لله من المسابقة دي أنا بقيت مع الموسيقار العظيم برضو رحمة الله عليه الدكتور جمال سلامة، وحظي كان كويس وعملنا أول حفلة برة مصر أصلا. فالغنى على أوركسترا كبيرة في بتضم عازفين كبار جدا، أنا كنت بتفرج عليهم بس، يعني كان أقصى طموحي أتصور معاهم، دي حاجة عظيمة جدا. ربنا يوفقك. إيه اللي خلاك تقرر إن أنت تعمل الميكس ده ما بين القديم والجديد والشرقي والشرقي والغربي موجود، بس القديم والجديد بطريقتك كانت مختلفه شويه؟ عشان احنا جينا في النص. احنا الجيل اللي هو وقع كده في وسط اللي بيحصل هنا وهنا، كنا بنتفرج على زمان القناه الاولى والثانيه والثالثه وافلام عبد الحليم حافظ ونسمع اغاني سيد درويش، وكان الكلام ده كله لسه عايش، يعني هو بدا يتلاشى اخر فتره شويه، بس كان الكلام ده عايش. وبعدين مره واحده خدنا الدش السائع اللي هو بتاع الحاجات الجديده، السوشيال ميديا بقى، التيك توك والسوشيال ميديا والاغاني اللي هي عاده مش فاهمين منها حاجه، بس برضو لازم نواكب نشوف الناس بتحب ايه في ده. يعني الرفض التام لاي حاجه مش صح. صح. لا انت عارف انا وجهه نظري ايه؟ ان انت بتنقل حاجات يمكن الشباب دلوقتي ما يعرفوهاش، ومش مش يعني مش ممتعه بالنسبه لهم، او ما تزنش على ودانهم بيها زينا الاغاني الجميله دي. بدات تعرفهم بيها وتوريهم قد ايه الكلمات كانت حلوه وقد ايه الالحان كانت رائعه. في حاجات دي عظيمه ميزة جدا يعني. في حاجات عظيمه جدا. عبد المطلب كان عامل اغاني، الفنان كريم محمود، عبد الغني السيد، الناس. انا عايز اسمع، انا عايز اسمع، انا عايز يلا بينا. يلا. ممكن نقول يلا. حاجه هي هتبقى هاديه شويه، بس هي اصلا مش بتتغنى كده، يعني هو زمان لما اتعملت كان تخت شرقي او كانت شرقي بحت. يلا. فاحنا هنسمعها بيانو بس. ايه بقى؟ اغنيه اسمها مشغول عليك مشغول، يمكن ما حدش يعرفها من الناس الجداد، ممكن بقى احنا نعرفها. اوكي، نقول حاجه منها كده.